هاي وصلنا يا اخواني الكرام لاحد الحدائق بعد ما خلصنا غدا في مدينة بوخارست. خلينا ناخذكم جولة في هالحديقة. في حدائق كثيرة يا اخواني الكرام، صغيرة وكبيرة. هلا وصلنا لحديقة هون، هلا بنكتب لكم شو اسمها، شو المعلومات اللي عنها. خلصنا الحمد لله من المطعم. هاي الحديقة في بوخارست، يعني اتوقع مو بعيد كثير من السنتر. احنا اليوم اخذناكم على حديقة اسمها تشيشميجو بارك، الان في حديقة يواند بارك. يواند بارك قريبة على المطعم اللي اكلنا فيه، يعني بعيدة كيلو 300 متر. يعني تمشينا ربع ساعة، قلنا بدنا ندورنا على حديقة قريبة نشوف نكتشف اشي جديد. الحدائق البعيدة نوعا ما اكترهم اكتشفتهم، فحاولت ابحث بالمكان اللي انا موجود فيه. طبعا جوجل يا اخوان الكرام بيساعدنا كثير، بيساعدنا بالبحث عن المواصلات، عن البحث عن المطاعم. يعني انا كنت مثلا اسافر على بلد زي بريطانيا او اي بلد، اقول بدي مطعم ايراني، بدي مطعم، معلش انقطع البث، ودي بدون ما يعني تغلب حالك كثير ممكن تسأل. بس المشكلة انه بعض الناس، لا احنا هذا مش بدائرة الهجرة، احنا بعيدين. انا اخذت باص اول شيء، اخذت باص وطلعت بيجي 4-5 محطات من وسط العاصمة. اللي عند دائرة الهجرة القريبة عن وسط العاصمة هذاك اسمه تشيشميجو، برضو بعيد يعني بده 1.5 كيلو. لا هذا انا جيت بباص، رحت على المطعم الهندي باكستاني، كان اسمه هيفال، هيفالي زي هيك شيء. مطعم كتير كتير طيب، بس والله الأسعار مو رخيص. يعني المطاعم الباكستانية والهندية أكلهم مو رخيص، يعني بيتعبوا على شغلهم، وشغلهم كويس مرتب وطيب كتير، بس الأسعار مش من الأسعار. الفكر الواحد إنه الأكل الهندي رخيص، لا الأكل الهندي غالي. يعني البرياني والدجاج والقصص هاي غالي مو رخيص. فاحنا هلا في مدينة ستوكهولم، مدينة بوخارست. ستوكهولم، دائما نحكي بمدينة ستوكهولم، سبحان الله الواحد تعود. فبيقدر الواحد يا اخوان الكرام يستخدم جوجل اذا ما بيعرف موضوع المواصلات بالبلد، بيقدر يستخدم جوجل لكل شيء. دور على الحدائق، دور على الجوامع، دور على المطاعم، دور على الملاعب. زي ما انتم شايفين العالم تلعب مدن الملاهي، انا بحاول كل شيء اجده اعمل مثلا تصنيف بوخارست واحطه في التصنيف تبعه. فهلا عندي بالتصنيف مش عارف 50-60 مكان، هذا بس ببوخارست. بس طبعا اكيد مش راح اقدر اروحهم كلهم، يعني مش راح اقدر اروح الاماكن كلياتها. صحتين على قلبك حبيبي الغالي. شوف هالحجاره هي كيف جاي عاملينها، هسه بفرجيكم المكان من هون. احنا في بوخارست رومانيا. فالواحد بتعلم يا اخوان الكرام، السفر مدرسة، السفر تعليم، السفر بيعلمك الاعتماد على النفس، متى تطلع متى ترجع، كيف تلاقي مواصلاتك، وين تأكل، وين تتغدى، وين تحول عملتك، كيف تستخدم البطاقات، بطاقات الصراف، وين تصرف، وين ما تصرف، قد ايه لازم يكون معك كاش، كيف تدير بالك على جوازك، على اوراقك، كيف تحجز فندق، اي فندق واي مكان واي منطقة، وين تروح تسهر، وين تروح تتمشى، من وين تشتري اواعيك، وين المحلات، وين المجمعات التجارية، يعني زي هيك. فالسفر مدرسة، السفر مدرسة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر. انا معلش هسه وصلت على احد الحدائق وكنت عامل بث مباشر فما قدرت ارد على التلفون. I am very very sorry. هلا بلشنا وخلصنا الحمد لله، ورحنا اكلنا بالمطعم الهندي او الباكستاني، هم مشترك حاطين باكستاني انديان. فاكلهم كتير كتير طيب، رائع جدا. انا بالنسبه لي من الناس اللي عاشوا بدول الخليج، ممكن هم تجربتهم اكثر في الاكل الهندي والباكستاني. مين معنا بحب الاكل الهندي والباكستاني او جرب الاكل الهندي والباكستاني؟ اهلا اهلا وسهلا، اهلا حبايبي اخواني الكرام من بوخارست. فانا قاعد بحكي لكم عن الاشياء اللي بتعلم الانسان بالسفر، بتعلمك المسؤوليه،
الإنسان اللي مش قد مسؤولية صعب يقدر يسافر لوحده. السفر مش بس، وخصوصا لما تكون لحالك، يعني أنا بأكثر سفراتي بكون لوحدي، فأنا بدي أدبر أموري لوحدي. يعني بكرة مثلا أنا بدي أخلص من دائرة الهجرة، من اليوم خططت أي ساعة بدي أطلع بالقطار، وشفت مواعيد القطارات اللي بتروح على المطار، بحيث أنه بعد بكرة بس أخلص من مدينة الجبل أشوف أي ساعة بدي أرجع وأي ساعة بدي أخذ تاكسي. فالموضوع بده تخطيط وبده تنسيق عشان تعرف ترتب أمورك، ولا بعدين بتروح عليك رحلة بتروح عليك تذكرة الطيارة. فمثلا بكرة حجزت رايح على الجبال، بكرة حجزت رايح على الجبال إن شاء الله، بكرة وبعده لنشوف بكرة، بس نستلم الإقامة الرومانية إن شاء الله بإذن الله. فبعديها إنه طالع العصر إن شاء الله رايح على مدينة سينايا، ممكن ما أروح على براشوف لأنه ما ظل معي إلا يومين، ولازم أرجع يوم السبت صباحا أروح على المطار، أكون مطار بوخارست الساعة 12 لأنه طيارتي الساعة 2:30 للأردن، فلازم ألحق أوصل المطار، فلازم أكون ببوخارست الساعة 11. هاي الحمامات العامة، الإقامة مدتها 5 سنوات بس للأشخاص اللي عندهم جنسيات أوروبية، في لها يعني عدة أوراق لازم تكون معك، معك بطاقة التأمين الصحي اللي بتطلع من البلد اللي انت عايش فيها زي السويد، النرويج، الدنمارك، هولندا، كشف حساب بالبنك انه انت عندك مصاري وما عندك مصاري وعندك حركة وعندك أكشن، يعني ما بركزوا بس انه يكون يعني ها فيه 4-5 آلاف كرون، وصورة عن جواز السفر وصورة عن بطاقة التأمين الصحي وكشف الحساب البنكي، ولازم يكون مكتوب عليه اسمك، يعني مش تجيب كشف هيك بس مكتوب عليه أرقام، لازم يكون مكتوب عليك. أنا جبت لهم زي خطاب وجبت لهم الكشف من البنك. تأخذ إقامة 5 سنوات بس بعد ما أنت تعبي الطلب في إدارة الهجرة. أنا صار لي 3 أيام بطارد على الموضوع. طبعا البارك هذا صغير مو كبير، في كمان حديقة تانية قريبة من المكان. خلينا نحاول نمشي شوي فرجيكم هذا المكان اللي هون. طبعا هذا الاغلب بيسووه عشان يبدلوا، اللي عنده رخصه عربيه يحاول انه، يعني مثلا عندك رخصه اردنيه سوريه تقدر تبدلها في رومانيا بالرخصه الرومانيه، بس تاخذ وقت واجراءات، والمكاتب اللي بتسويها في الاغلب تاخذ بحدود 1000 يورو، ممكن اكثر ممكن اقل حسب المكتب اللي بيعمل لك اياها، بيساعدك في الطلبات، مستقبلك بالمطار ومن القصص هاي، انه المكتب انه بسعالك فيهم بجيبك من المطار تعرفش وين تيجي وين تروح، يعني مقابل الخدمات باخذوا تقريبا هذا المبلغ. المكاتب السياحية او المكاتب العربية، مكاتب الخدمات العربية. انا عندي اقامة دائمة، اولادي معهم جنسية. شو اسم المكتب؟ والله اخي الكريم انا بنصحك، طبعا احنا هون على العام نفضل عدم ذكر اي اشي عشان ما بدنا اي شخص يتعرض، واصحاب المكتب قالوا احنا على العام ما بدنا اي شيء، احنا بدنا على الخاص، تواصلوا معنا لو انكم جايين على رومانيا وانا موجود كان منساعدكم ناخذكم على المكتب شخصيا وكل شيء. انا كتبت لكم الانستغرام تبعي، تواصلوا معي على الانستغرام وبعطيكم اسم الشخص ورقمه وبتحكوا معه، هي موجود ببوخارست وهو برتب لكم ان شاء الله الامور، بس احكوا له بدنا حجز اونلاين، بدنا حجز أونلاين. طبعا لازم يكون عندك رخصة قيادة من بلدك زي مثلا سوريا، الأردن إلى آخره، صالحة المفعول. رخصة قيادة صالحة المفعول، مش تجيب رخصة منتهية زي حالتي أنا، أنا هسه بدي أنزل على الأردن أجدد رخصتي وبعدين أرجع أقدمها على المرور. الشخص الحامل الجنسية الأوروبية ما يلزمه إقامة في رومانيا، يلزمه إقامة، تقدر تروح وتيجي بدون هذا، بس عشان تبدل الرخصة لازم إقامة، لازم إقامة يا أخي الكريم. العالم كلها طوابير في دائرة الهجرة، تأخذ إقامة 5 سنوات. أنت ما بدك فيزا، تقدر تيجي وتروح وتقعد، ما حدا بحكي معك، هاي صرت جاي 3 مرات ولا حدا بحكي لك إشي. بس إذا بدك تسوي أي معاملة، بدك تطلع رخصة، بدك تقعد بالبلد، بدك تفتح مشروع، لازمك إقامة حبيبي القلب. فتواصلوا معي على الانستغرام، اكتب لي سؤالك كامل وانا ببعث لك رقم صاحب المكتب، تتواصلوا معه وبتقولوا له ضروري جدا احنا في رومانيا بوخارست،
ضروري جدا اذا مفكرين يجي بدلوا الرخصه يعملكوا حجز اونلاين في موقع دارة الهجره، لانه اذا ما عملكوا حجز اونلاين وكنتم مستعجلين هاي مسؤوليتكم، راح تقعدوا يومين ثلاثه انتظار حجز اونلاين عشان الاقامه، ولا بعدين تتمرمطوا زي ما صار معنا احنا في دائرة الهجرة. صديقي كتاب من الشركة الأمريكية اللي بيشتغل فيها لطلب فيزا سياحية لأوروبا، يزبط والله ما بعرف فيزا سياحية، ما بعرف، بدك تسأل ناس مختصة أكثر. كتاب وما كتاب، كتاب حياتي يا عين، ما شفت زيه كتاب. هذا خلص الحديقة هاي، احنا هلا في السكتور رقم 2. هاي البارك، شو اسم البارك اللي بحب يجي عليه؟ هاي اسم البارك يوانيد، هاي البارك. طبعا الاشخاص اللي بتواصلوا معي هلا بتجيني رسائل على الانستغرام، ان شاء الله بس افضى بتواصل معك، ولا تقلقوا راح يجيكوا رساله مني برقم المكتب واسم الشخص اللي تتواصلوا معه. نصيحه بس انا بحكي لكم، اذا مش حابين تتغلبوا كتير حتى لو بيجي دورك بعد شهر، احسن ما انك تيجي وتحجز طيران وتخسر رحلتك بسبب انه انت خططت تيجي 3 ايام او 4 ايام وكان في دور من قبليك بيوم، كان في دور. يعني احنا امبارح حجزنا لليوم دور، صرنا 3 ايام كل يوم بنحاول نحجز دور ويروح علينا، حتى لحقنا الدور بعد 3 ايام انتظار. يعني راحت علي معي السبت والاحد، انا قعدت بيجي 5 ايام حتى قدمت المعاملة، وبكره يوم عشان استلمها 6 ايام. فبدك تدير بالكم، بدك تدير بالكم على الموضوع، قديش انت بقيان في رومانيا. انا ليوم السبت بكون في رومانيا، يوم السبت رايح على الاردن، برجع بستة تسعة، بقعد لعشرة تسعة برجع على السويد. مفهوم؟ واضح؟ واضح. اخي الشهادة الرومانية معترف فيها عليها بالدول الاسكندنافية، معترف فيها وبتبدلها، الافضل انك تبدلها، لانه من كثر الضغط بيحكوا الشباب، بيحكوا انه في دراسات ممكن من هون لنهايه السنه يغيروا الموضوع. فنصيحه اللي بده يحاول يخلص اموره من هون لنهايه السنه، لانه هيك بسمع، ما بعرف، الله اعلم هل الكلام صحيح ام الكلام خطا، لكن هلا موجوده من هون لنهايه السنه من كثر ما شافوا في اعداد. احنا الطابور كله سويد، يا هولندا يا سويد يا الدنمارك، بس 90% من اللي جايين يبدلوا شهاداتهم من السويد، من مالمو ومن يوتوبوري ومن نيشوبينج. فأكيد رح يعني كل طلبات الإقامات إنا، يعني يقول لك شو هالقصة، يعني شو هالموضوع. فمو أتوقع ممكن من هون لنهاية هالسنة، اللي لحق لحق واللي ما لحق راحت عليه. مدام عندك رخصة عربية ومتعاجز أو رسبت أكثر من مرة أو انسحبت منك الرخصة في السويد، فممكن تعمل هاي القصة، ممكن تكتب مراحل عمل إقامة رومانية وتبديل رخصة سواقة. طبعا أنت إذا ولا عمرك جيت على رومانيا وبدك تعملها لوحدك، والله يا أخي الكريم صعبة، مو سهلة، هي عبارة عن طلب، وليس الطلب صعب، بس إذا غلطت بإشي ممكن تخسر الإقامة، أو ممكن ما يوافقوا لك، أو ترجع من أول جديد، ممكن ما تعرف وين مكان دائرة الهجرة، ممكن ما تعرف تسكن، تدبر أمورك. المهم باختصار راح أحكي لك، بس الموضوع لوحدك إذا وعمرك ما سافرت صعب، يعني مو سهل، بدك إلا إذا أنت عاد إنسان لهلوب شلهوب شطور أمور، بتنط وبتجيب وبتودي وبتقرب وبتبعد. المهم باختصار، في عندك طلب بدائرة الهجرة عبارة عن ورقتين أو ورقة على الوجهين بتعبي، وكون مطلوب منك معلومات عن الجواز واسم أبوك واسم أمك وعنوانك في رومانيا، لازم يكون عندك عنوان في رومانيا، أو أنت بتحط أي عنوان، حتى لو يمكن تشوف لك عنوان في الاير بي ان بي، أو بتشوف لك حدا بحط لك عنوان، العنوان ما بيشيكوا عليه كتير ولا بيدققوا، بس ما تحط عنوان فندق، لأنه في بعض الناس حطت عنوان فندق ورجعوها. فبتكون مصور جوازك السفر الأوروبي، وبتكون مصور بطاقة التأمين الصحي اللي بتأخذها من الفورشكنين كاسا، وبتكون مصور كشف حساب البنك او جايب الاصلي. طبعا كل الشغلات هاي لازم تكون معك الاصليه،
جوازك الأصلي، بطاقة التأمين الصحي الأصلي، وكشف حساب البنك الأصلي، وطلب الأصلي. تمسك هالوراق كلياتها وبتصف على الطابور أو بتحجز أونلاين، في لهم موقع خاص لحجز الأونلاين. بعد ما تخلص وتقدم تاني يوم، طبعا إذا ما كان في دور زي حالتنا، صرنا 3 أيام من الصباح إلى المساء، كل يوم بنقوم 4-5 الصبح عشان نقدر نعمل المعاملة. فإذا خلصت من المرحلة هاي وأخذت الإقامة في رومانيا، بتجيب رخصتك الأردنية السورية إلى آخره، وبتصورها، وبتصور الجواز، بتصور الأوراق. بس أنا ما كملت الخطوة هاي لأنه أنا رخصتي منتهية الأردنية، فأنا نازل على الأردن أجددها وأرجع. موضوع الرخصة بقول الدور أرتب من دائرة الهجرة وأسهل، والدوام طويل، دوام دائرة الهجرة قصير، من 8:30 للواحدة ونص، من 2 للأربعة، الأربعة من 12:30 للخمسة ونص، والخميس برجع 8:30 للواحدة ونص. الجمعة عطلة، جمعة سبت أحد، إذا أجيت ما رح تستفيد إشي، راحت عليك. جمعة وسبت وأحد تقدر تقول عطلة. والله أنا لازم رجعت الشارع رجوعة، أروح على السنتر. يلا بس نفرجيكوا هذا الطريق، نشوف هاي. فجمعة سبت أحد على الفاضي. المعيشة برومانيا بده يكون معك مصاري يا أخي الكريم عشان تقدر تعيش في رومانيا. أما أنك تكون موظف ما بنصحك. المعيشة في رومانيا، وأنا بنصح كمان مدن غير بوخارست أنا شخصيا، أو تسكن بمنطقة مرتبة. إذا بدك تسكن ببوخارست منيح، بس تسكن بمنطقة مرتبة، لأنه بوخارست مدينة يعني في عدد سكان كبير وضغط سكاني وأزمة مواصلات، إلا إذا بتستخدم المترو بتكاش معك سيارة طيارة. أنا بنصح بالمدن الثانية، ممكن تعيش بياش، ممكن تعيش بأراديا، أراديا ممكن تعيش في الجبال، سينايا، براشوف، بس الجبال أكثرها سياحية. يعني بدك يكون شغلك أونلاين، إذا أنت شغلك أونلاين، أنا لو شغلي أونلاين باجي بعيش بالجبال في رومانيا. الجبال حلوة ومرتبة وهدوء وما في مشاكل، يعني هو مشاكل مش ما في، يعني نوعا ما أقل. فالجبال هدوء تام وجمال وطبيعة. شكرا شكرا أخي الكريم. قديش بتكلف إذا أنت بدك تسوي الرخصة عن طريق مكتب؟ الأغلب المكاتب بأخذوا 1000 يورو طالع، بيستقبلوك بالمطار وبسكنوك يومين، بس بعرف شو نوع هالسكن اللي بسكنوك إياه، أنا ما سكنت معهم، بس أنا المكتب اللي بتعاون معه يعني سكنوا الشباب قريب من وسط العاصمة، بسكنوك يومين أحسن من ضمن المبلغ. يعني أنت بيستقبلوك من المطار، بسكنوك يومين وبعبوا لك الطلبات وبيمشوا معك بالخطوات. مقابل هاي الشغلات بأخذوا منك تقريبا هيك شيء مبلغ 1000 يورو. طبعا انت لما تيجي وتمسك الطلبات والقصص هاي راح تقول على ايش. انا بحكي لك من هسه، يعني هي هيك كلهم تقريبا متفقين على نفس النمط، وفي ناس تاخذ اكثر وفي ناس بتاخذ اكثر. يعني صار كلهم تعرف الحياة كلها بزنس، صارت العالم منها. بتلاقي كل جماعتنا البسويت تقريبا، وفي ناس من رومانيا بيشتغلوا هاي الشغلة يعني موجودين هون. أنا بدي أحاول إني أتعاون مع هذه الأشخاص، إني أشوف إنه كويس وفهمته إنه أنا أخي الكريم اللي بيجي من طرفي حبيبي، فهمه ووضحه إنه الموضوع بده حاجز أونلاين. ما أجيت حاجز أونلاين حبيبي، بدك تقعد 2-3 أيام على الدور والطافش والدافش، وانت يعني هو ما راح يقدر يوقف معك على الدور في 2-3 أيام دول. هو راح يعبي لك النموذج وراح يرتب لك الورق ويقول لك يلا تعال من 5 أو من 4 الصبح صف على الدور مع الصفيفة، زي ما انا صار معي. يعني انا شخصيا صار معي هيك، وهو مفاضي لي كل يوم يكون واقف معي، هو بساعدك في الطلب وبصور لك الوراق وبقول لك يلا وقف على الدور وبروح، لأنه هو غير مسموح يعني يوقف معك على الشباك، أنت بدك توقف بنفسك عشان تتصور ويأخذوا الورق منك. رومانيا ما بتسمح للأجانب يشتروا أراضي بيوت، هل هذا صحيح؟ والله يعني أول مرة بسمعها. العالم الدنيا، إحنا أيام ما كنت أنا بعرفش إذا القوانين تغيرت، أنا بعرف الشباب اللي هون بيقولوا لي إحنا منتاجر بالعقارات، كيف يتاجر بالعقارات وغير مسموح؟ مش فاهم انا هاي.
لا بتوقعش، بتوقع هذا الكلام غير صحيح، لأنه أعرف شباب وعرب حتى شارين عدة عمارات في كوستانزا وعلى البحر ومناطق مختلفة. ما بعرف إذا في قرارات جديدة طلعت وأنا نايم، الله أعلم. بس يا ريت اللي معنا، إذا معنا عرب من رومانيا، طبعا يا أخوان الكرام أنا عندي عتاب، ما بعرف تفهموا ما تفهموا، أنا بحكي اللي بقلبي. للأسف كثير أنا سافرت مدن ودول، بلاقي العرب اللي فيها، يعني باجي مثلا بالسويد بروح على نور شوبينج أو عني شوبينج أو بروح على مالمو، وبكونوا كتير بتابعوني من مالمو، تمام، بس أروح بيختفوا أو بطلعوا بقول لك أنا من مالمو. يعني ما يعني أنا بتخيل إذا أنت بتتابع واحد بتحبه أو شايف عربي إجا شرف على مدينتك وبيقدم معلومات وبنشر، أنا بس من باب العتاب، وين الكرم العربي؟ وين الضيافة العربية؟ وين الترحيب؟ ولا لو إنه مغنية تيجي على مدينتك بتصفوا بالطابقة، بتصفوا لها بنص الشارع بترحبوا فيها، ولو إنها رقاصة زي أبو الفرجين لما إجت الرقاصة على القرية عندهم كلهم صفوا على الدور. إحنا هيك للأسف العرب، ما يعني هيني قدي صرت في بوخارست وبعرف ناس بتتابعني من بوخارست، وفي ناس أنا شفت فيهم يعني هيك بعرفش، فرجت على ملفاتهم في التيك توك وغيرها وشفت إنه يعني ناس طيبين كويسين، راسلتهم قلت لهم حاب نشوفكم ونقعد مع بعض، بطلوا يدخلوا على التيك توك. والله يا اخوان الكرام انا مش بعازة حزة، يعني احنا مش بعازتك اني بدي اخذ منك مصاري، بس يعني حلو الواحد واحد جاي من بلد لبلد ومليون عربي مش عارف عايشين في هاي البلد وشايفينك وبتابعوك. والله بدخل على التيك توك هسه وانا بعمل لايف بتلاقي 200-300 واحد معك باللايف، بكون في تركيا، بكون في رومانيا، بكون في بريطانيا. ما نفسك واحد يقول تفضل تغدى معنا؟ مش بالرغم اني انا مش بحاجة الغدا، انا بروح باكل بمطعم، ولا بحاجة واحد يقول لي تعال عندي نام، لاني انا بنزعج، العمر تبعي بطل يسمح. حتى انا الاصدقاء اللي عندي ما بحب اروح انام عندهم، لانه الواحد فينا كبر صار عمره بال50، فبده الواحد ينام براحته. بس يعني معقول كل هالعرب اللي عايشين كلهم فقراء، كلهم مساكين؟ فأنا عندي عتاب لأخواننا العرب اللي بشوفهم حتى كمان بيكونوا معي باللايف. يعني يا أخي على الأقل يقول يا أخي تعال خلني أكسبك كاسة شاي. حتى الأشخاص، بعض الأشخاص للأسف بقعد يتخوت، عملوها فيه في بريطانيا، يعني أكون معكم صريح، يصير يقول لي يلا هيني أنا وراك في محل المطعم الكباب، هذا بشوف مطعم كباب بمر من جنبه، تعال ادخل على مطعم الكباب هيني أنا بستنى فيك جوا. للأسف بيعملوا مواضيع مسخرة وتفاهة، وواحد قاعد بحاول يقدم رسالة ويعلم الناس الحياة. يعني أنت ممكن تيجي وتسافر تضيع، لا تعرف تروح على مطعم، ولا تعرف تروح تشتري من بقالة، ولا تعرف تشتري تذاكر، ولا تعرف تركب قطار. أنا هاي الأمور عادة بشرحها أو بحكيها، وبحكيها باللايف مرات، ومرات بعمل فيها فيديوهات عن تذاكر الطيران، عن المطاعم، عن الأماكن اللي بروحها، بفرجيكم الشوارع، بفرجيكم الحياة العادية، فعلى الأقل يعني كل مدينة بتزورها ما فيها واحد يطلع هيك يقول يا أخي الكريم تعال خلني نكسبك بكاسة شاي. والله أنا أحزن على أنه إحنا العرب وصلنا لهاي الحالة، لو أنها مغنية ولا رقاصة زي ما جاب عنا أبو الفرجين كان ما شاء الله برحبه في هاي الشيرتون. هذا الشيرتون قعدنا أنا والدكتور كنا هون، إحنا في وسط العاصمة هلأ ووصلنا إلى الشيرتون. ليش مترجمة في التلفون؟ شو الترجمة؟ كلامك مزبوط. فللأسف يا أخوان الكرام رحت على بريطانيا، رحنا نفس القصة بالسويد، بتروح على مالمو، بعرف شباب الدنيا بتتابعني من مالمو ومن يوتيوبوري، قبل ما أروح تعال خلني أعزمك، تعال خلني أكسبك. بس أوصل هناك ولا بشوف حدا، يعني بعضهم بصير يكتب لك أنا بمالمو، بعضهم مش مثلا يا أخي الكريم مدام صرت مالمو تعال خلني أكسبك، أو هلا بس أرجع من بوخارست بصيروا راسلوني وأنا بالطيارة وينك يا رجال استنيناك وما حكيت. نفس الديوانية، نفس القصة بتصير معي دايما. شو بتفسروها انتو؟ للأسف لا تعتمد على حدا،
اعتمد على نفسك، اعتمد على مالك، طبعا اعتمد على رب العالمين، اعتمد على ثقافتك. اما اذا بدك تعتمد على اخواننا، للاسف بعض العرب اللي بس بركضوا ورا النسوان، لو في مرة يا حبيبي بجيلها من شمال النرويج. مرة واحدة كانت عاملة لايف وحكيت، انا مرة قبل هاي مرة حكيتها، كانت عاملة لايف ومفرجة نص بزازها، خلينا نحكيها باللغة العربية الفصحى او العامية الفصحى، واحد من استراليا قال لها، هي ببلجيكيا، قال لها انا ببعث لك تذكرة واذا بدك باجيكي على بلجيكيا وبجيبك لعندي على استراليا. قلت يا حبيبي الكرم العربي، الكرم العربي للصدور. بس لو واحدة فقيرة محتاجة طلبت منه، والله يمكن ما يعطيها ولا تعريفه. قال لها بجيك من استراليا او ببعث لك مصاري تيجي لعندي. شوف الشرف، شوف الكرامة، شوف الاصل، ابن الاصل. اما بتلاقي لك لو شاب عربي مقطوع باستراليا ويشوفه على الطريق ومقطوع، مقطوع فعلا، يمكن يقول له شو جابك على البلاد هاي، يمكن يقول له حل عني، يمكن ما يطلع فيه. للأسف وصلنا إلى هذه المرحلة مع الجاليات العربية في الغربة، بطلنا نثق ببعض. احنا قربنا نوصل لبيازا رومانا في بوخارست. اي اخي عندها امكانيات، هاي اللي عندها امكانيات الكل بيرحب فيها. خلاص بالمستقبل لازم كل واحد فينا يصير عنده امكانيات. بس يا شباب ليش ما بصير العكس؟ ليش ما بصير العكس؟ ولا في حالات تطلع لك واحدة تقول لك يا حبيبي انا من كندا، وانت تكون وين انت في السودان ولا في سوريا ولا في العراق، تقول لك تعال انا بجيبك، انا بجيك نار يا حبيبي نار، انا بجيك وانا بجيب لك. احنا الشباب فدائيين بالقصص هاي. بس نشوف واحدة كل اشي طالع لبرا، تلاقينا هاي البيزا هوت، بدكم بيزا هوت؟ والله يا اخوان الكرام حتى مرات اذا بتيجي الكاميرا على حدا عربي بيزعل، تقول انه راح يطلع على قناة البي بي سي، خايف. شايف رجعنا مشي، رحنا على المطعم بالباص ورجعنا مشي، رجعنا الى بيازا رومانا الى وسط بوخارست. احنا فرجيناكم موقع دائرة الهجرة، بتضلك ماشي بالشارع هذا دغري. هذا المطعم، المكان يا اخوان الكرام من الاماكن اللي نجحت في رومانيا. هاي الفكرة من الافكار اللي نجحت في رومانيا، نفرجيكم اياها. بس هاي فرجيكم بس هذول. أنا كنت بالهجرة وخلصت الحمد لله، بكرة استلام الحمد لله. خلصنا من الهجرة بعد 3 أيام معاناة مع دائرة الهجرة الرومانية، بكرة بنستلم. في مطاعم تركية وفي مطاعم هندية وفي مطاعم سورية، كله موجود، بس مو كتير. بدك تدور يعني، ما بتلاقيهم وجهك هيك زي تركيا تقول لي تقسيم ومقسيم، بدك تدور. الله وانت معك. ما فهمت، في مطاعم بس بدك تدور عليها تدوير، مو بالساهل. رجعنا لبيازا رومانا ماشي. شوف التعليقات القبل، العالم متجه مع المثليين، سبحان الله مغير الأحوال. كلام صحيح، المطاعم العربية في مناطق مختلفة بدك تدور عليها. في مطعم جهة تيتان، منطقة تيتان دمسقس، بشوف ممكن أروح لهناك بفرجيكم إياه. بس ما كنت اليوم يعني أكلت، كنت حابة أكل هندي، أصير هندي، أصير أحكي كي هالي كي هالي تمارا نامي هي او باي باي کچھ بے قربے میری جان میرا دل میرا ہی مان. هاي صرت احكي هندي واغني هندي. هناك دائرة الهجرة بعيدة من هون 5 دقائق.
وباي باي قجبي قربي ميري جان ميراد المير راهيمان. شو حلوة بيان صار رومانا بيات زارومانا بيات زارومانا السوق الروماني الأول. انت عامل هجرة لرومان؟ لا يا ما المشكلة اللي بيجي بعدين بفهمنا غلط. انا معي جواز سويدي وعندي جنسية سويدية بدي اعمل هجرة؟ يعني بروح وباجي وبروح وباشي. والله هلكوني والله معدتي شاعر زي كني صرت كوكب المريخ. شوف السيارات والطيارات. اوه باي باي كجبي قربي ميري جان انا في بوخارست ميري هان ميراد الميراهي جان تارو ميري تارو جان هابتكر دي سب قربان. اصلا نغني بوخارست الله تلاهي نهي قربان. شادي حبيب القلب اذا حجزنا اونلاين لازم يوقف على الدور؟ لا بدك تدخل على الدور وتقول لهم انا حاجز اونلاين. طبعا العريبي راح يقولوا لك لا بس يشوفوك عربي يمكن ما يخلوك. بس تدخلهم هيك زي الاجانب هيك اللي كانوا يجوا الاجانب يقول اكسكيوز مي اي هاف ابوينتمنت دو يو هاف ابوينتمنت. بصير يسال الناس اللي واقفين. طبعا ولا واحد معه من ما شاء الله مجموعاتنا العربيه ولا واحد معه موعد. كله جاي بدون موعد كله بده يخلص طلق. احنا جماعتنا العريبه بدنا نودي السياره نخلصها واحنا واقفين عند الميكانيكي. بدنا نروح عند دكتور الاسنان بدنا نصلح اسناننا واحنا واقفين. بدنا كل شيء على الطاير. فكان لما يجي الاجنبي ما يقدر يحكوا معه كلمه. بس يجي واحد عربي يقول لهم والله بدي اصحح بدي اعمل بدي ايش يقولوا لا 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 صف على الدور وارجع ومرجع. بس لازم تاخذ دورك اللي على اونلاين لازم. والله تواصل معي على الانستغرام عشان نوجهك للشخص المناسب. هو بيسوي الهايل. انا ما عندي وقت كتير مش قاعد يعني. بكره طالع من بوخارست بكره طالع وراجع بست الشهر بعد ما اروح على الاردن. معلم نعرف حد هناك عشان يودينا على عمل الشهر. في تواصل معي على الانستغرام في مكتب في شخص بيشتغل بالقصص هاي وراح ارد عليكم بس اخلص من اللايف. الانستغرام عربي سويدن. ادخلوا اعملوا لي اضافه وراسلوني بعطيكم رقم المكتب واحكوا له انا من طرف رائد عربي سويد. من طرف رائد عربي سويد. طرف رائد. هاي الحمام صار يجي عندي. عربي سويد. هو بيعرف لازم تقولوا له عربي سويد. رائد بيعرف. كان بيتي عندك هذا ساكنين ببيات زارومانا. هون المترو. ايوه كم سنه سكنت هون او سكنتي؟ كان بيتي عندك. اطلع على الجهه الثانيه. وليش الجهه الثانيه؟ هون احلى. انا بحبش الجهه الثانيه كثير. انا بحب الجهه هاي. ادي له بالقله وقول يا حلو الله. هون المترو شفنا المترو. هنفرجيكم شوي محلات الملابس اللي هون. يا زلمة نفسي أفهم بما أنه معك جنسية سويدية ليش بدك الإقامة الرومانية؟ عشان أطلع الرخصة وأبدل الرخصة الأردنية وأروح على الأردن وأغني هاشمي هاشمي. شو مالها الإقامة؟ حلوة الإقامة مدام بلاش. فيش عليها رسوم الإقامة ترى للعلم. زرت تيمشوارا؟ لا والله تيمشوارا ما وصلتها. وصلت لعند كلوج. هاي سويسرا رومانيا. هاي رومانيا بوخارست. طمني طلعت 4 أرقام في لندن ولسه. والله يا أخي الكريم هذول كم مرة اتصلنا عليهم قالوا هيها بالطريق. شكلها 4 أرقام مش راضي تطلع. شو بعرفني؟ اتصلت مع صاحبي اتصلت عليهم قالوا لي قبل بيجي شهر قالوا لي 15 يوم بتكون عندك. شكلهم عارفين اني مش مستعجل كتير فمش مركزين. يا حبيبي عليك عبيد.
ماكدونالدز، ايوه ماكدونالدز، هاي هناك كنتاكي وماكدونالدز. كم سنة قعدت اخي الكريم؟ كم واحد معنا في رومانيا كان في رومانيا او هلا في رومانيا؟ انت في اسوأ بلد اوروبي. نعم، كيف الوضع مشان الرخصات؟ ديش راح تكلف انت مقيم؟ انا مقيم في السويد والان في بوخارست. اي حدا بده يسوي الرخصة يراسلني على الانستغرام، على الانستغرام عربي السويد. الرخصة بتكلف للمكتب تقريبا 1000 يورو. اللي بده تواصل انستغرام عبر الانستغرام. ما بتتبدل الأردنية بسويدية، الأردنية بسويدية ما بتتبدل، الرومانية بسويدية بتتبدل، الأردنية ما بتتبدل بالسويد. ولا كل العالم جاي على رومانيا، كل السويد راح تيجوا هون وتتفاجئوا، راح تلاقوني أنا رقم يمكن رقم 1000 من العرب اللي عملوها من السويد والدنمارك وهولندا. العرب حتى الصوماليين هون في منهم جايبين كمان رخص اللاست بيل وما لاست بيل والسي والمي واللي بصار ايش، وجايين كلهم طحشين على رومانيا بدي يلحقوا حالهم. شو هدول الجمهور؟ ما يطلبوا الجمهور. بدنا نشوف الحياة الليلية. والله اول يوم سوينا لكم الحياة الليلية وفي ناس بلشت تقول لك حرام عليك حرام، نخليك هنا خليك. لا يا عمي بخاف عليك، وانا خلص حتى لو مشينا بالبلد القديمة بس بتسمعوا سمع، لأن البلد القديمة بعد 11-12 بالليل تدق أجراس الخطر. هو كلها مطاعم بس بتصير دانس ومانس، بتدخل الأكشن والبرودكشن. هاي ماكدونالدز، مين جماعة ماكدونالدز؟ هاي ماكدونالدز، كله بحب الليل وكله بده نسوان. والنسوان شو بدها؟ ده رجال، واللي ما عنده رجال اوعى تترك رجالة. والدنيا حلوة برجالة، لا بقصورة ولا بمالة، واللي ما عنده رجال اوعى اوعى تترك رجالة. حبيبي برجر كينج، خلص بناخذك على البرجر كينج. ناخذكم على الفندق ولا بلاش؟ كم واحد بده ناخذه على الفندق؟ نفرجيكم الفندق. تروح على الفندق ولا على البندق؟ ودنيا حلوة برجالة. والله يا أخي الكريم أنا لا مركز لا بعنصرية ولا إشي، هيني ماشي ومشيت وأنا ماشي ولا حدا قال لي وين أنت ومين أنت، وصورت العالم كلها ما حدا حكى معي إشي. ما هاي كلمة عنصرية أنت هسه ذكرتني فيها؟ والله ولا شاعر عنصرية ولا شاعر بنصرية، أنا شاعر حالي مسيطر على الجو بس ماشي زي ما يقولك والرب راعيها. ولا شايف عنصرية ولا شايف عنصرية. إذا جبت شهادة سورية عمومي، والله أنا بعرف كل الشهادة، مدام عندك شهادة صالحة صالحة مش مزورة ممكن تبدل. لا بدناش هذا محمد، بس أهم شي تكون شهادة غير مزورة ويكون عندك جنسية أوروبية. طبعا ممكن تسألوا وتتأكدوا للجماعة اللي عندهم إقامات دائمة، ممكن تصبط. ممكن هاي بقلاوة، بتكون بقلاوة. طبعا هون في مشكلة يا إخواني الكرام، كل العالم حاطين مكيفات، شوفوا المكيفات كيف تنقط. هاي المكيفات، كل المكيفات تنقط مي هون. هاي بقلاوة للجماعة بقلاوة. كيف حالك؟ الحمد لله، أهلا وسهلا أخي الكريم. أحلى بقلاوة. ودنيا حلوة بقلاوة،
لا بقصورة ولا بمالة، واللي ما عنده رجال اوعى اوعى تترك رجال. والله شايف كلهم بالعكس صاروا كلها تترك رجالة، صارت كنا سامعين الأغنية بالعكس، واللي عنده رجال تترك رجالة. إقامة كم يوم؟ والله أخي الكريم تقدر تسكن في فندق ب$10، تقدر تسكن في فندق ب$300، عندك فندق جراند، معلش السيارات الصوت عالي كتير، جراند أوتيل الليلة للشخص ب$140 جراند، ومش عارف 30-40 طابق، وعندك ممكن تصرف 5,000 كرون بأسبوع، وممكن تصرف إن شاء الله 100,000، فممكن تصرف 5,000 ويكفوك، وممكن تصرف 100,000 وتقول قليل. يعني في ناس بتيجي بتستأجر سيارة آخر نوع، تسكن بجراند أوتيل، بصرفوا باليوم 200-300 يورو، بأكلوا بأحدث المطاعم، بروحوا على أحلى الديسكوهات، برقصوا مع أحلى البنات، بيشربوا مشروب، بكفيهمش باليوم 200-300 يورو. وفي ناس لا والله زي حالتي، ها بتروح لها مطعم تركي، على مطعم هندي، بعيش له في فندق ب40 يورو ب50 يورو، وبستمتع بحياته. وهين الفندق تبعي هون قريب، أخذكم على الفندق ولا بلاش؟ أفرجيكم شوي، بدكم فندق ولا بدكوش؟ احكوا لي بالتعليقات. غني غني تركنا من الهجرة، ودنيا حلوة برجالة، ولا بقصورة ولا بمالة، واللي ما عنده رجال اوعى اوعى تترك رجالة. هذا الليدو كويس الفندق، انا ساكن قباله، كنت حاب اروح على الليدو بس ما زبطت معي. اللي من ايده للليدو، هذا الفندق كثير كويس. البنات بكم باسبوع؟ والله حسب شهادة الباص، والله ما بعرف. انا بالفندق هاد، انا هنا الدنيا حلوة برجالة، والله خرج. اذا انا بفضل المدن خارج بوخارست، راح افرجيكم بكره الجبل، بكره خليكم معي بعد الساعه 4 راح اطلع بالقطار. انا هلا في الفندق، نفرجيكم شوي الفندق 15 دقائق، نروح نشرب مي. هاي الفندق 4 نجوم، بونا سارة، سالوت سالوت، كيفاج؟ مرتبيني؟ اوكي، يو سنت لايف، بريتني مو فيزا تواتي ايج لابوكو ريشت، كان صار بوتا كومر ماي مولتي تورست، دوم انتربات فرموس فياتسا لابوكو ريشت. شيء ما يبيني أوراش يتواتد سارة. أنت؟ شيء نيستي. بوكوريشت إلا ياش. ده بوكوريشت بست ها. أوكي. مرسي. كوبلا تشيري لا ريفاديري. فلنتينا لا إحنا في وسط بوخارست. وهي هنا. الرخصة إن شاء الله قريب، بس رخصة الأردنية منتهية، راح أجدد الأردني بكرة، بستلم الإقامة إن شاء الله. مساء الخير، مساء النور. تواصل معي على الإنستغرام، أي حدا بده موضوع الرخص إن شاء الله بخليكم تتواصلوا مع المكتب. ما فرجيناكوش إحنا الطريق، صحيح فرجيكم الفندق، إحنا فندق المطعم بالطابق الأول، نحاول ننزل بعدين إذا في وقت نفرجيكم المطعم. إقامة
مع وجبة إفطار 53 يورو بالليلة. طبعا إذا جيتوا اثنين تطلع يمكن نفس الشيء أو يمكن تطلع 60 يورو، يعني كل واحد 300 كرون. مش هالسعر يعني 300 كرون فندق 4 نجوم مع وجبة إفطار مرتبة. والدنيا حلوة برجالة، لا بأسورة ولا بمالة. وصلنا. هور لقيت يا لقيت برا. السلام عليكم. انت ليش ما عندك؟ والله كسل وغباء، يعني عشان نكون معك صريح واختصار، كنا بالشغل كل شيء قريب علينا، ومواصلات وبحب المواصلات، واطلع بالقطارات واطلع بالطيارات. شوف الغروب، احنا بالطابق التاسع، اوتيل امباسادور، فندق الامباسادور. هلا بنفرجيكم الكتيب تبع الفندق. شو رايكم بالغروب يا حبيبي؟ عليك يا عقيد منظر الغروب، الغروب والشروق. هنسكر هلا هيك، بلش التي في مي في. شو رايكم؟ سحبوا مني الشهادة 4 شهور. احنا في بوخارست، في بوخارست. اهلا وسهلا بكم، وهي الفندق امباسادور بوخارست، بوخارست رومانيا، رومانيا بوكوريشت رومانيا. هاي التي في، هاي التلاجة، الدجاجة، نشرب ماء، نشرب عصير، نشرب عصير ماي، والله بدنا ماي. ديني نريح شوي بعدين نطلع نكمل، نروح على بياز زمان. بس رح نعمل بعدين بث ثاني، ممكن نعمل ببلد القديمة مش عارف، أو أروح على أحد الحدائق أو أحد المجمعات التجارية. اكتبوا لنا شو حابين تشوفوا عشان إن شاء الله وين نروح بعد ما الاستراحة ونفصل. قنوات عربية لا والله ما في، بس في بيجي 70-80 قناة، يعني في قنوات كثيرة، كثير قنوات. أي حدا بده يسوي الرخصة يتواصل معنا، وإن شاء الله بنعطيه حساب الشاب. وزي ما حكيت لكم خليه يحجزكم أونلاين، أحسن تقولوا رائد ما حكى، هيني حكيت وعيد بعيد وبزيد. حسابي على الانستغرام عربي سويدن. خلني نشرب مي هسه خلص. أنا شايف الرسائل تجيني على الانستغرام، إن شاء الله ببعث لك الرقم تتواصل مع المكتب. البرلمان، البرلمان رحنا أول يوم إن شاء الله بيازا ونيري، رحنا عند الجهات هاي، ما رحنا؟ رحنا. كنا نشوف اللي بالي بالك، بقولنا لكم دنيا حلوة برجالة. والله محرومين الشباب العربي خربان معه، كله بده يشوف النسوان. يا أخي المعادلة غريبة، إحنا معنا بالحياة هاي، ليش الواحد بس يتجوز بصير يهرب من النسوان، وبس يكون عزابي بصير بده النسوان؟ فسروا لي هالمعادلة، ليش الواحد قبل الزواج بكون بده نسوان، أو بعد ما يتجوز بصير يدور على نسوان تانيين؟ نعم أنا في رومانيا في بوخارست، أنا في بوخارست، وبكرة طالع على سينايا، بكرة آخر يوم في بوخارست، بكرة إلى سينايا إن شاء الله، بكرة سينايا، غدا يعني بكرة مع للعصر، غدا إلى الجبال، بكرة راح نفرجيكم المناظر الطبيعية إلى سينايا الجبال، غدا إلى سينايا. ليش عن جد إحنا بتلاقي الرجال قبل ما يتجوز بحب النسوان كلهم، بس يتجوز بطل طيق مرته ولا يعرف يحكي معها، بس يطلق يا بطلع بعدة أفكار، يا بصير يدور النسوان يا بصير يكره النسوان. حلو التغيير والتجديد. أجار 6 غرف وصالة، والله هون أسعار أجار الشقق تقريبا 300 يورو 400 يورو، بس 5 غرف 6 غرف بعرفش. رومانيا كلها غجر وشحت، والله ما شفت، شفتهم بالسويد أكثر من هون،
الرومانيين. أنا في بوخارست اليوم، بكرة راح أستلم الإقامة وأروح على سيناية. في حدا ببوخارست؟ حسن ببوخارست؟ هلا شفت حسن، كيفك يا حسن؟ والله ببوخارست عم بعمل الرخصة بس لسه، والله خلصت الإقامة بكرة بستلمها، ورخصة الأردنية منتهية، راح أروح على الأردن أجددها وأروح أكل، أروح بالأردن أضبط أموري. برأيك أي بلد هو الأفضل للسياحة والاستثمار والشغل والسكن، رومانيا أو بلغاريا؟ والله بلغاريا أنا ما جربت، مريت منها مرور الكرام، بس يعني رومانيا كويسة، بس ما بنصح إنه تأخذ نصيحة واحدة وبس، تعال وقعد لك فترة جرب شوف الوضع، اعمل سياحة وبعدين انت قرر. إيجار شقة غرفة وصالة يعني بحدود 200-300-400 يورو حسب مفروشة، منطقة كويسة منطقة مش كويسة. الرسائل اللي بتيجي على الانستغرام شايفها متابعها، بس أخلص رح أراسلكم. بيصير إقامتين، أنا عندي إقامة ببريطانيا، وهلأ عندي إقامة في رومانيا، وعندي إقامة بالأردن، وعندي يعني كلها إقامة. وزع شوكولاتة وطعمينة، وزع شوكولاتة شو يعني إقامة، شو اللي بدها تصير يعني، هي مصاري؟ وزع شوكولاتة وطعمينة، مو ضروري تعرف أسمينا. هم كل الشحادين طلعوا من رومانيا، ريحوهم، طلعوا على بريطانيا وطلعوا على السويد وطلعوا على النرويج. الإقامة إذا أنت بتسويها ببلاش ما في لها رسوم، أفرجيكم النموذج تبع الإقامة. هذا النموذج تبع الإقامة، شايفين شيء قارئين شيء، هذا بالروماني، هذا النموذج عشان تعبيه لما تروح تسوي الإقامة، تعرف تعبيه لحالك. هذا النموذج، لا اللي بيسوي لك إياه بأخذ مصاري، ما في رسوم بدائرة الهجرة للي معهم جنسية أوروبية ما بدفعوا شيء، هذا ما في عليه رسوم، بس اللي بيسوي لك الإقامة خدمات، جابك من المطار، سكنك، حط لك عنوان، بقول لك ادفع، وجماعتنا بحبوا الدفع، مضروري تعرف اسمينا. هذا مكتوب، مكتوب بالإنجليزي والروماني، مكتوب بنترو اي نومالي بنترو تشتتسينية. For using this application certificate for you citizen only. هذا بس للمحهم جنسيات أوروبية، مكتوب بالإنجليزي، في هون إنجليزي وفي روماني بس مو كله، في هون على الطرف مكتوب بالإنجليزي. ما هو المشكلة مش بس الطلب، بدك توقف على الدور وبدك تعرف شو الأوراق التانية والقصص هاي. بلغاريا، بلغاريا يمكن أرخص من رومانيا. حط التليفون هون، حط التليفونات لا هيك الشيء، خلينا نرجع الطلاة. يا الله يا كريم، الإفادة منها إذا ما معك رخصة في السويد تقدر تسوق فيها بالسويد أو في أوروبا. الناس يطلع لكم الحمامات، خلينا هيك على الإفادة، اللي ما معه رخصة أو ما قدر، في ناس انسحبت منهم رخصهم، في ناس قدموا مرة ومرتين بسويد ورسبوا، في ناس بهولندا، في ناس من الدنمارك، مش بس من السويد، في ناس من ألمانيا، من الدول التانية بتيجي. يوسنت لبوكوريشت، دي بوكوريشت، بوكوريشت برلين، يوسنت بوكوريشت لبوكوريشت. الإقامة عشان تسوي الرخصة، بدون إقامة ما في رخصة، مربوطين ببعض الإقامة والرخصة مع بعض. لا تسوق على طول وتبدلها بالسويدي، الأفضل أول ما تخلص في نموذج بقوله بدائرة المواصلات السويدية بتقدم طلب إنك تبدلها على سويدي.
نعم روماني تشي ماي فاتش دوندي ايش بونا زيوا بونا سارة كل كوفريج شو هاد ورحت انا وزوجتي اها وين انت ببوخارست بكره جاي على سينايا كن بصحة جيدة انت كاتب بالعربي فكرتك بقول شو هاي الكلام هل سافروني سي او سي حبيبي سلام عليك سي سلام عليك على اساس الاقامة الهولندية بيطلع لي اقامة رومانية لا والله بتوقعش اهم شي منى وسارة مين هم منى وسارة بديها بدون فحص بس بيحكوا عاملين دراسة ممكن للسنة الجاي يصير في فحص إذا المكتب بيسوي لك إياها تقريبا 1000 يورو تشيفاش لسينايا بلمباري سينايا فارتي فرموس مي بلاتشي سينايا ميني سميرجم لسينايا هاي سميرجم انت بتقول منى سارة مين منى سارة شو بعرفني أنا عارف كلام بطلع مع بعضهم اللغات القريبة من اللغة الروماني إيطالي إسباني فرنسي كلهم منشأ واحد يستي أون أوراش ميك يا سينايا مدينة صغيرة مدينة جبلية بس كان فيها ملك رومانيا ملك ميهاي مش عارف ملك ميهاي ولا كارل نسيت اسمه كلهم مع بعض بنفس المدرسة بس هو قال خلص بدي أروح على سينايا أضبط الوضع قلت له أنا بلحقك بعد 200 سنة شيو ام فوست اها اي فوست اكولو كويس سارة للختيارة ايوة للختيارة للخيارة انا عارف خلنا نحط بالكاسة زي العالم والناس ان شاء الله ببعث لكم هدول اللي راسلوني على كله بوصلني الرسائل اللي راسلوني على الانستغرام رح ابعث لكم رقم المكتب ان شاء الله بس اخلص كل اللي راسلوني على الانستغرام وانا بحكي لكم هاي وانا شايفكم قاعدين بتراسلوني اطلبوا من المكتب حجز اونلاين واذا ما طلبتوا وبدك تيجوا على تذكره الطيران الرخيصه انتم المسؤولين عن انفسكم معلش حجز الاونلاين يمكن ياخذ وقت يمكن تقعد شهر شهرين اسبوع اسبوعين بس بتيجي على المضمون ما في فحص برومانيا اذا معك رخصه قياده عربيه ما في فحص والله كسل ليش ما تأخذ يعني كن ساكن جنب محطة القطار وقريبة علي المواصلات وقلنا بنستخدم السفن وبنستخدم كل شيء فالواحد صار يأجل يمطمط يعني كل إنسان فيه سلبيات وإيجابيات في هاي الحياة أنا انبسطت على المواصلات في بوخارست في ستوكهولم استمتعت بطلع مع الناس وبرجع مع الناس وستوكهولم صعب تنزل بالسيارة على وسط المدينة يعني ومو لازمتني بالشغل السيارة فقلت خلص بركب سفن وبطلع بتمشى وبروح براحتي فهاي الفكرة ما كانت عايزين ما لازمتني لو عايش بقرية كان لازمتني السيارة طبعا لازم تكون سارية أنا شهادتي غير سارية فأنا عشان هيك نازل على الأردن نازل عند هاشمي هاشمي فوق التل في حدا معنا بالأردن؟ والله زحمة وتكاليف تكاليف اللي بينزل على وسط ستوكهولم بالسيارة تبعته أنو بحط 200-300 كرون بس باركيرينج وغير الدخولية وغير الخروجية فبتدفع لك 900 كرون بالقطار بتضلك تروح سفن وتلف وتركب شاب عربي سوري صاحب المكتب في بوخارست ما عم يطلع تعليقي خليني أرجع أشوفك أرجع لفيس فالكون مين فالكون في شوب برومانيا ولا والله شوب الدنيا نار وشوب ومطر بنفس الوقت يعني بتصير برق ورعد امبارح كان في برق ورعد والدنيا مقلوبة وبصريش خلينا نشوف في حدا حكى مش طالع تعليق خلينا نشوف نرجع شوي انا بدلت ببلاش اها ممتاز عندك حدا والله تعذبنا على الدور بالإقامة كتير وفي شاب كاتب تعذبنا في شوب والله في فحص ما في فحص بدي رخيصة ما بعرف رخيصة شوية رخيصة ما بعرف نرجع للتعليقات الأخيرة الجو هيك زي استوائية
ان شاء الله ثقة. انا شفته وحكيت معه، انا زي ما بحكي لكم كمان انه اعمل حجز اونلاين، ما اعمل لك حجز اونلاين انت مسؤول، يعني بعمل لك الورقة وبقول لك صف على الدور، بخلص انت مسؤول بدك تكمل، بيستقبلك بالمطار لازم، يعني من الاشياء اللي بقوم فيها المكتب، المفروض يستقبلك بالمطار ويسكنك لمدة يومين هو حسب ما بحكي. طبعا ما بيسكنك زي هاي الغرفة، ما بيسكنك زي هيك، ممكن غرفة تعبانة ما بعرف كيف هي، بس بيسكنك يومين والباقي على حسابك إذا طولت، يومين أو ثلاث بس بتوقع يومين. لا لا مو زياد، مو زياد اسمه عبدو. عبدو حابب غندورة غير ما بدو، عبدو حابب، اكتبوا معي عبدو حابب غندورة. مين طلع هاي الأغنية تبعت عبدو حابب غندورة وغير ما بدو عشان ترحبوا تتذكروا لعبدو. حبيبي القلب يسعد مساك، مساء الخير عبدو. ايوه في عبدو الله يسعد مساك، فيها شغل والله شغل، لا انصح. وعبدو حابب غندورة غير ما بدو. حبيبي القلب مساء الخير، مساء النور. نرجع نكمل بالشارع ولا خلاص ناخذ استراست؟ خلاص بكفي، في اسئله؟ والله عبدو عبود ممتاز. سارة أرحيل، شو يعني سارة أرحيل؟ مش فاهم هاي سار أرحيل. وإحنا أي حدا بده إشي عن موضوع الرخصة أو السياحة في رومانيا يتواصل معي على الانستغرام إن شاء الله، أو إذا حابين نعمل جروب وأنا أكون معكم المشرف. طبعا يعني أنا ما عندي هالمعلومات الكافية بس باخدكم الجولات اللي بعملها، إذا عجبتكم جولاتي زبطوا لكم جروب أكمن واحد مجموعة وبنطلع مع بعض، نرجع مرة تانية على رومانيا على الجبال وعلى ما جبال إذا بدكم، إذا حابين. إذا حابين أنا بحب السياحة، بالنسبة لي بشتغل فيها زي ما بقولوا من قلب ورب، ما بعرفش هاي العبارة هي صحيحة وغير صحيحة بس دارجة عندنا. بطلنا نعرف نكتب الانستغرام، راحت الانستغرام. عربي سويدن، عربي سويدن، ضيفونا على الانستغرام عربي سويدن. اهلا وسهلا، هلا بالشباب. فاذا مفكرين سياحة تعالوا لي، تعالوا لي ونقي لك وندور اندي لك يا حبيبي، يا حبيبي طول عمري اندي لك. في واحد اسمه ماهر بعرفوش، مو اسمه عبدو. عبدو انت وين مقيم طارق؟ لا مش انا، انا فلسطيني وخوالي اردنية، انا فلسطيني واردني، شارب شاي وأرقيلة والله ممتاز، أحلى عقيد متجلية معك رايد حبيبي القلب. اسلخ على المسلخ، رومانيا أفضل، معقب معاملات. أيوة زي في مكاتب سياحية للعرب، في أو في ناس هيك يعني متطوعة. العراقيين نشروا عرض السوريات على التيك توك، شو اللي دخلت الموضوع تبعنا احنا؟ رومانيا أفضل أو مولدوفا؟ مولدوفا أرخص بس ما بعرف إنه وأصغر، ومولدوفا بعدين جنب أوكرانيا، يعني هلأ بتدخل على مولدوفا ممكن تلاقي الأوكران عندك. أهلا وسهلا، الحمد لله. نكمل ننزل تحت خلاص نكمل البث. قديه صار البث؟ بالله شوفونا قديه صار البث. إذا حابين نستمر ناخذكم على نفرجيكم جراند أوتيل، شو رأيكم الليلة ب 140 يورو؟ نفرجيكم إياه من برا بس، شو رأيكم؟ نروح يلا جولة برا، جهزوا لي حالكم، جاهز، اربطوا الشناتي، اربطوا الأحزمة. هاي التلفزيون، يلا هلا بنطلع برا شايف. هاي ها نفرجيكم هاي بالتلفزيون. هاي أمريكا، يا رب. خلاص خلينا نطلع وداعا إلى الفندق. هذا شاي، شاي ليبتون. خلصنا المي، المي يا إخوان الكرام هنا في رومانيا لا تشربوا من الحنفيات، لازم تشتري مي كله خالص. ولا تنسى تجيب معك نيفا، نيفيا نيفيا، خلينا نحط لنا شوية نيفيا هيك شوي مع هالجو.
دقيقة واحدة بس فرج على التلفزيون دقيقة هلا بننزل. الامباسادور، الامباسادور 53 يورو مع وجبة فطور 53، وحسب إذا أنت بتحجز مرات بالبوكنينج بطلع أرخص، بطلع 40 يورو. أنا حجزت بالجيد 3 ليالي طلع بالليلة بيجي 40 يورو، بس لما مددت دفعوني أكثر لأنه كان حجزت بنفس اليوم أو قبليها بيوم، تأخرت عشان الإقامة. كنت مخطط أقعد يومين ثلاثة. خلينا بس نظبط حالنا، حطينا كريم وما كريم وحركات. دقيقة بس نظبط الشعرات ونتوكل. يلا جيد ممتاز. يلا مين ما شاف الفندق؟ كله شافه خلاص ناجح. سيجان بطلنا نشوف سيجان الحمد لله. يلا لازم تتأكد من باب الفندق، لازم الإيد طق. لا ما في مسبح، في جيم، في نادي رياضي، مسبح ما في. بكرة باخذكم على فندق في مسبح وما مسبح وجاكوزي ماكوزي إن شاء الله نلاقي في حجز في سينايا، مسبح وجاكوزي ومطعم وحركات. هلا طالعين برا ان شاء الله ما بنلاقي ولا سيجان ولا ميجان. احنا بالطابق التاسع، 12 طابق الفندق بس كله على السريع، كله اكشن برودكشن. هاي 12 طابق ما في مسبح بالفندق. في سينايا في مسبح، في سينايا في مسبح، في جاكوزي وفي ساونا. كيتس اورا مونشيش بنا مينه دوزيتش باترو دوزيتش باترو من داكا مينه ليبر مينه بوي مينه دوي زيلي يا تري زيلي او زي توا دوش باترو اوكي تري ليبر فارتي بيني فارتي بيني دشتبت نفرجيكو اياهم هون. هذا الريسبشن بيشتغلوا 24 ساعة وبعطلوا 3 ايام. هون في زي مطعم قاعدة بس كأنه مسكر. فاللي على الريسبشن بيشتغلوا يوم 24 ساعة وبيعطلوا 3 أيام. الى الحياة. النت تبع السويد اشتراك شهري. ابعت لي سؤال على الانستغرام، ممكن في بعض الاسئلة ما بتطلع اذا فيها روابط فيها اشياء زي هيك. ابعت لي على الانستغرام عربي سويدن. وعبدو حابب غندورة غير ما بدو ولغندورة شطورة ناري عبدو. عبدو لما شاف في وسط البستان، أنا في بوخارست رومانيا
هاي الناس حوالي ولعت مع الشرطة ولعت الحق جيبوه ولعت مع الشرطة هاي ليدو نحن في رومانيا بوكوريشت رومانيا وغدا في سينايا بوكوريشت راح نفرجيكم جراند اوتيل ونروح على البلدة القديمة على البكير ما في حركات البلدة القديمة على السليم هسا خلينا نفرجيكم اواعي هندية كورياها الناتشي ناتشي ناخذكم على البلدة القديمة اولد تاون وي ار جوينج تو اولد تاون بوكوريشت فولو مي كثير ناس بتفرجوا على البث بس ما بيعملوا فولو يا ريت الكل يعمل فولو يعمل تعليق وحطوا لنا ورد وحطوا لنا شجر وتفاح وموز وين الورود وين وردة جزائرية كم الساعة الآن الساعة الآن في بوخارست الثامنة 8 o'clock the time is 8 o'clock in بوكوريشت الأخير الأبيض والأصفر والأخضر والأحمر والأخضر والبرتقالي والأبيض وين الورد للورد وين البرد للورد فرجونا الورود نحن ناخذكم على البلدة القديمة قبل ما تكتر الصياعة قبل ما يكتر الصايعين والصائعات نحن في الطريق إلى أولد تاون بوكوريشت يلا يا ورد كترونا الورد ادعمونا اعملوا لنا فولو اعملوا لنا شير للفيديو عشان نقدر نزور مدن تانية وصلت الرسائل عن طريق الانستغرام بتابعها بشوفها بس ما بقدر ارد عليها حركات بركات بس والله بخاف عليكم من الحركات يا شباب تخربوا يا شباب العرب هيا بخاف عليكم بعدين اللي يكون متجوز يصير بده يطلق واللي مطلق يصير بده يتجوز هيك راح تصير الأمور هلا هيك الحياة صارت اللي متجوز بده يطلق واللي مطلق بده يتجوز والعزابي لا بده يتجوز ولا بده يطلق خرباني هاي بعشرين لي جيب لها فستان ايوه جيب لك فستان ايوه للمدام اللي متجوز بده يطلق والمطلق بده يتجوز والعزابي لا بده يتجوز ولا بده يطلق والحل يا يمه وين الدعم وين الشير وين المشاركات وين الأسئلة يكتبونا شو حابين تشوفوا غير النسوان شو حابين تشوفوا هسا رجال حابين يشوفوا النسوان طب رجال النسوان شو حابين يشوفوا هسا أقول لك رجال تخيل هزلت أين صلاح الدين أين علاء الدين أين عنترة بن شداد عشرين لي تقريبا $60 لا يا رجال طول بالك عشرين لي بطلعوا ابو 50 كرون
50 كرون 5 دولار. بدنا عرايس. اوه هاي العرايس. بدك عرايس بلحمه ولا عرايس كباب؟ دنيا حلوه برجاله، لا بقصوره ولا بماله، واللي ما عنده رجال أين الدعم؟ أين القلوب؟ أين التفاح من بوخارست رومانيا؟ العمارات القديمة في وسط العاصمة. عملتوا شير للفيديو؟ اكتبوا لنا من وين بتتابعوا، يعني عندي فضول أعرف من وين بتتابعوا. اكتبوا لي من وين بتتابعوا. هاي في هون في فندق، هاي ريلاكس كومفورت سويتس، هذا فندق. اكتبوا لنا من وين بتتابعوا يا حبايبي يا حلوين. حبايبي وحشتوني تعالوا، مطرحكم لسه على باله. بكره الجبال يا شباب، بكره بعد الساعة 4 الساعة ان شاء الله، ان شاء الله اذا ظلينا عايشين قبل الساعة 6 راح ندخل في الطبيعة وعمق الطبيعة، راح ندخل في جبال الكربات. كنت اتمنى انه اخلص بكير عشان اعمل جولة جبلية عالمية، بس ما زبطت معي، ما عم تزبط معي. غزة، سويسرا، فلسطين، حلو. ومين كمان؟ اهلا وسهلا بالجميع. غزة والباقيين، مور جماعة، أين أنتم؟ من أي بلاد أنتم؟ أمن الدنيا، من الدنيا، احنا كنا من الدنيا، والدنيا ريشة هوا، والدنيا ريشة هوا، غير بطير جناحين. هاي العملات كلها. في الطريق الى، وصلنا الى الأونيفرشتيت، هذا المحل اللي حكيت لكم عنه، هذا المشروع اللي حكيت لكم عنه يا جماعة الخير. هاي المخبز، هاي الماكينات، هاي في هون بحطه بس خالص. هذا المحل عليه حركة. هاي جراند اوتيل هون الليلة 140-150 يورو. هلا بنفرجيكم اياه. هذا المحل اسمه لوكا، منتشر كتير برومانيا في الجبال والسهول والوديان. لوكا، لوسكا، لوسا، شو بعرفني. وهاي جراند اوتيل بوكوريشت، جراند اوتيل. الليلة تقريبا شفتها لأحد الأصدقاء، كانوا شخصين، 1400 وإشي كرون، يعني تقريبا 140 يورو الليلة. الليلة عيد يا سعيد والدنيا حلوة، جراند اوتيل بوكرشت حبيبي القلب. هذا الليلة يا إخوان الكرام لشخصين، حسب الوقت اللي شفته أنا قبل كم من يوم، 1450 كرون. وإذا بدك غرفة سوبر كينج حق الليلة 2000 كرون، يعني تقريبا 200 يورو لشخصين. هلا لبسكن بهذا الفندق زي اللي لبسكن ب10 يورو، هذا اللي بيكون قاعد في طابق ال40 وال50 شايف كل بوخارست،
زي اللي قاعد بعشرة يورو أكيد فرق كبير، أكيد فرق كبير. جراند أوتيل، والله الشباب بيبدلوا عمومي خصوصي، المهم يكون معك إيش، المهم تكون أصلية، المهم تكون الشهادة أصلية. طبعا في باركيرينج للي بيجوا على الفندق، هسا بنفرجيكوا إياها. بعطيك رقم المكتب، تواصل معي عربي سويدن وإن شاء الله بفهمك صاحب المكتب القصة. إحنا عند جراند أوتيل بوكرشت الليلة لشخصين تقريبا 140 يورو. هنا أنت بتنام نومة غير شكل، وخصوصا إذا كانت المدام غير شكل انسى غرامك، بتبطل تطلع من الغرفة. جراند أوتيل بوكوريشت، مساء الخير، يسعد مساكن، مساء النور. جراند أوتيل بوكوريشت، الجو جميل والدنيا ربيع أفل على كل المواضيع. هنا الحياة غير، يعني هذا الفندق هنا بكفي تنام أو تقوم أو على الجهتين. هنا نومي وعندي نومي، لا هي عجيب. وهنا كل واحد وسيارته، كل واحد والمدام معه، إذا ما معه مدامتين أو ثلاثة. هلا بدنا نفرجيكم شكسبير وجماعته، شكسبير وجماعته. الجو بديع والدنيا ربيع وقفل على كل المواضيع. هاي صالة أيون كار ريمترو، مش عارف شو هي كاريمترو. هاي 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 منى سارة، هاي العقيد قاعد. هاي الفندق، هاي المكان. احنا في الأونيفرسيتيت في وسط العاصمة، احنا يعني قريبين، كله هذا قريب على وسط، يعني احنا كله في الأحياء القريبة من وسط العاصمة. أنا دائما بختار الفندق قرب وسط العاصمة، فهنا بتشوف كل اشي، مش بحاجة لتاكسي ولا ماكسي. هدول كله بوخارست، أيوة بوكوريشت برلين. شو رأيكم نفصل البث كمان شوي ونبلش من البلدة القديمة؟ لأنه هيك كتير بصير البث طويل كتير لما أجي أنزله على اليوتيوب. أعطونا اقتراحاتكم، بس نخلص من الأونيفرسيتيت، راح نبلش في أولد تاون، جاملاستان، تشينتروفيك، اسم المنطقة تشينتروفيك، اسم الفندق جراند أوتيل بوخارست. جيبوا نسوانكو، جيبوا رجالكو، وتعالوا قعدوا لكم ليلتين هون، راح تنسوا أساميكو، راح تحطوا أغنية أسامينا وراح ننسى أسامينا. اللي حدا حاب، اللي معه مصاري كتير يتواصل معي عشان أحجز له، أقعد معه قصدي، يعني أشاركه، يعني أكون معه بالرحلة. إذا في حدا أنا بحجز له، بعمل له كل شيء. أنا جاهز، جاهز ولا تفصيل؟ جاهز. إذا حدا معنا حاب نكون مرافق دليل سياحي في بوخارست أنا جاهز. مين حدا جاهز؟ في حدا منكم جاهز؟ اللي جاهز يقولني، اللي مو جاهز برضو يقول. على اليوتيوب عرب السويد، قناة اليوتيوب عرب السويد، أكثر من 1000 فيديو، تابعونا قناة اليوتيوب عرب السويد، عندك أكثر من 1000 فيديو.
زرنا فيها مدن كثيرة ودول، وأكثرها عملنا بث مباشر. الغرفة لشخصين 1400-1500 كرون، وإذا بدكم كينج سايز بيطلع تقريبا 2000 كرون، يعني 200 يورو. بس هذيك غرفة بيجي معها زي صالة، يعني بيجي معها زي سويت، بتيجي زي سويت وإطلالة على القزاز ومع فطور. طبعا الفطور بصار قد ايه بكلف لحاله، ومع فطور. قناتي عرب سويد، كله أنا عندي عرب سويد. بكرة بصير عرب رومانيا، بعده بصير عرب الأردن، بعده بصير ولا شيء. اسم القناة عرب سويد، اسمي أنا رائد، بس القناة أنتوا اكتبوا عرب سويد رائد بتبين، اكتبوا عرب سويد رائد بالبحث، ابحث عرب سويد رائد، عرب سويد. هاي هذول البنات صاروا بدهم يدوروا على عرب سويد كمان، عرب سويد اكتب رائد اسمي، ابحث بجوجل، اذا ما بحثت على اليوتيوب ابحث بجوجل بتلاقيني. عرب سويد كاكاو، عرب سويد شوكولاتة، عرب سويد بطاطا. احنا هسه بالأونيفرشتيت، محطة الأونيفرشتيت، نروح هسه على بيات زونيري وبعدين ندخل نفرجيكم النوافير وبعدين ناخذكم على البلدة القديمة. شرطة شرطة شرطة، الويل ليايل يا يما. شو رايكم نفصل ونرجع من البلدة القديمة ولا من بيات زونيري؟ فرجونا اقتراحاتكم، يلا فرجونا ورداتكم، بدنا ورد، بدنا دعم، بدنا شير لأهل الخير. ادعمونا الصفحة، خليها تكبر، خلينا نلف العالم، لف العالم مع رائد عرب السويد، عرب رومانيا، عرب الأردن، عرب البصريش، عرب فلسطين، عرب اليابان. لف العالم مع رائد وكأنك هنا. خلاص بنعمل راحة، بس نطلع من ال، بس نوصل عند الأصنام اللي فوق بنعمل راحة، بس نطلع من هون نفرجيكم هون كمان المحل نفسه تبع لوكا وموكا. حبيبي أخوي إياد، نفرجيكم شو في هون شغلات. أربعتاشر لي ونص، يعني تقريبا 35 كرون الساندويش. أعطونا اقتراحات شو نعمل. يلا بس نطلع على برا عند الأونيفرشتيت بداية أولد تاون، رح نوقف عشان نبدأ فيديو جديد، نبدأ لايف جديد. بس نطلع من هون عشان نبلش من أول نقطة، منريح لنا خمس دقايق ما بتضايق. في طراوة وفي شوكولاتة، في كابتشينو وفي ميشيلو ومنيلو ومنشيلو، وفي بيازا رومانا، في صيدلية اللي عنده مشاكل بالمعدة، عنده مشاكل بالقلب، اللي قلبه بحبش لازم يروح على الصيدلية يشوف شو ماله قلبه، ممكن ميت عنده الإحساس، ممكن ميت عنده المشاعر. شو الفرق بين المشاعر والأحاسيس؟ ما عمرك هيك سألت نفسك؟ قلت أنا حاسس إنه هذا الإنسان كويس، ومرات بتقول أنا شاعر. شو الفرق بين أنا شاعر؟ أنا حاسس إنه في واحد بيحكي علي. نحكي أنا حاسس ولا أنا شاعر؟ أنا حاسس إنه في واحد براقبني. ما الفرق بين أنا حاسس وأنا شاعر؟ وفي ناس ما عندها إحساس، بنقول ما عندهم إحساس. ليش؟ ما عنده إحساس زي الناس، قاعد بحكي عن الناس
يعني اسم الصفحة على البتو، صفحة عربي سويد اليوتيوب، ايش ايش نفس اسعار السويد، احسن اعمل راحة، راحة وشوكولاتة، تاكل شوكولاتة وطعمينا، مضروري تعرف اسامينا، وزع شوكولاتة وطعمينا، مضروري تعرف اسامينا. احنا هلا في الانيفرسيتيت ورح نقتحم البلدة القديمة بعد قليل، بس نفرجيكم هون دائما بصير في مهرجانات وشغلات حلوة وناس حلوين، هون عادة بيسووا مهرجانات عند الانيفرسيتيت، شكلهم اليوم عاملين مهرجان، والدنيا دي مهرجان. لا والله ما زرت سويسرا، والله حاب ازورها، بعتولي دعوة، بعتولي فيزا، ابعتولي اي حاجة بالتلاجة، والله حاب ازور سويسرا، اعملكم جولات بسويسرا. الدنيا دي مهرجان والدنيا ريشة هوا، لم ازور سويسرا. احنا قريبين على البلد القديمة، احنا بالأونيفرسيتيت، هنفرجيكم الأونيفرسيتيت على المزبوط. بلشت العالم تطلع، ستاربوكس بلشت العالم تنطلق والطراوة تنتشر. هاي الأطفال أحلاش، الأطفال الأطفال الحلوين يا حلوين، هاي جماعة أوكرانيا. هذول شو بيسوي جوا؟ شو بيصوروا؟ هاي فكونا داخل بالغلط، بعدين يقولوا ليش داخل، ليش مش داخل. خلينا احنا على الخط الاستواء احسن، وقاعدين عندهم مصورين وقصص. هاي ركبنا على الحصان. سويسرا غالية، بدك $5,000 للسياحة، $5,000 يا ورد علي. من عشان هيك بقولكو تعالوا على جبال رومانيا ب10,000 كرون، بتزور بوخارست وبتزور لك مدينتين ثلاث من جبال رومانيا ب10,000 كرون، وبتأكل بأحسن مطاعم وبتسكن بأحسن فنادق، 10,000 كرون. جيبولي مجموعة من 5-6 أشخاص أو أكثر، يعني 8 أشخاص كل واحد معه 10,000 كرون، راح أسكنه في فنادق 4 نجوم أو يمكن 5 نجوم، وراح يأكل أحسن مطاعم، وراح أركبه تاكسيات، وراح أخده أحسن المجمعات التجارية، كل هذا ب10,000 كرون لمدة أسبوع وزيارة 3-4 مدن، 3-4 مدن. اسم الصفحة بالعربي عربي سويد، كله عربي سويد يا جميل. عربي سويد، عربي سويد، اكتب جنب عربي سويد رائد بتلاقي، ادخل على جوجل، ادخل على جوجل بيطلع لك فيديوهات وبيطلع لك الويب سايت، بس يمكن يطلع لك صفحة الفيسبوك القديمة اللي حذفوا لي إياها، فهاي انساك منها، بتطلع الصفحة إنه بطلعك برا لأنه حذفوا لي الصفحة ومجموعات فيهم أكثر من 100,000 متابع طيرونا. الجو صار حلو بالرغم انه الواحد لسه عرقان، يعني الجو جميل والدنيا ربيع. طبعا الشرطة هون في امان، الشرطة منتشرة باستمرار، فالحمد لله. احنا طلعنا نهارا وطلعنا ليلا، ولكننا بفضل الله سبحانه وتعالى لم نتعرض لاي شيء، لانه بعض الناس بضل يقول لك نور وصراقين وحرامية، فصار العالم تخاف تيجي على هاي البلد، الانطباع السلبي.
عند هذا الرجل نقف. انتهت المعركة وبدأنا صفحة جديدة مع عمك سبيرو الهيرو أبو الشهاب العقيد بطل العالم في اللبن والحليب. عند هذا الرجل نقف وينتهي اللقاء، ونبدأ معكم بعد قليل اللقاء من البلدة القديمة عند الازدحام وعند إلى آخره. يلا بنشوفكم بعد قليل من جملستان بوخارست تشنتروفيك بوكوريشت بوخارست. بعد قليل 5 دقائق استراحة. السلام عليكم. راسلوني على الانستغرام عربي سويدن، انستغرام عربي سويدن، عرب سويدن انستغرام، صفحة اليوتيوب عربي سويدن، اكتب جنبها رائد بتلاقيني. السلام عليكم. 5 دقائق 8:25 منبلش. سلام.